باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سيداتي سادتي، قام أحد الإيطاليين بكتابة مسرحية عنوانها وجه ابن الإله، شنع فيها في السيد المسيح في الذات الإلهية حاشا وكلا طبعا والعياذ بالله، واحتج عليها طبعا الغيارة من المسيحيين خصوصا في فرنسا وإيطاليا. جيد ألا نتطرق إلى ما ورد فيها من موبقات تدل على قلة الذوق، بعيدا منكم، على انعدام الحضارة، على الوحشية، على الهمجية، يعني أشياء لا تليق أن نقولها لكم على هذه العدسة، لا أمام هذه الشاشة الصغيرة ولا أمام غيرها. يعني أحدهم يغير عفوا لوالده حفاضات وكأنه الولد هو المسيح والوالد هو حاشا وكلا الذات الإلهية. طبعا كل هذا تشنيع في المسيحية. لماذا يسمح بالتشنيع في المسيحية ولا يمكن أن يقال أي حرف عن اليهود أو اليهودية؟ لماذا؟ طبعا لأنهم يستغلون أن المسيحية لطف لا عنف، طبعا يستغلون أن المسيحية حضارة تعتمد على المحبة وعلى التسامح، ولكن تسامحي معك لا يجدر به أن يسمح لك بالتمادي خصوصا على رموز الدينية. على كل حال لندرسن المسألة بعمق أكثر، هو طبعا سوء فهم لما ورد في الإنجيل الطاهر عن فكرة المسيح ابن الله. ما معنى ابن الله؟ والعالم العربي أيضا بالذات غير المسيحي يتساءل ما معنى ابن الله. ابن الله تعني كلمة الله. عندما نقول ابن الله الوحيد لا نعني أن الله حاشا وكلا تزوج وأنجب، بل كما أسلفنا ابن الله يعني كلمة الله يوحنا 1:1، ونجد مقابلا نفس عبارة كلمة الله أيضا نجدها في المصادر الإسلامية ربما بمعنى آخر، ولكن هذا هو المفهوم الأساسي، أنه لا بنوة جسدية لا من المسيح بالعلاقة مع الطبيعة الإلهية، لا أبوة إلهي، لا أبوة جسدية عند الله بما أن الله روح. كل هذا يجب إيضاحه خصوصا عندما نرد على السؤال لماذا استخدم السيد المسيح عبارة ابن الله. لأنه الشعب العبري كان يستطيع أن يفهم هذه العبارة. في الكتاب المقدس الشعب العبري ككل هو ابن لله، طبعا ليس ابنا جسديا بل هو ابن معنوي. الله أب، الأب بمعنى الخالق المصدر وبنفس الوقت العطف والحنان، ولكن من غير أي علاقة جسدية. إذن كان بإمكان العبري الوسط في الشعب أن يفهم هذه العبارة، والسيد المسيح استخدم أيضا عبارة ابن الإنسان التي تدل على التواضع من جهة أخرى، وابن داود للدلالة على أصله الملكي من سلطة يهوذا. إذن خلاصة الحديث، مهما كانت العقيدة المسيحية خصوصا في الغرب الذي يقول أنه متمدن متحضر، لماذا نجد قوما منه
شرسين بعيدا منكم، متوحشين بعيدا منكم، همجيين بالذات مع المسيح ومع المسيحية، وهذا ما لا يسمحون به لأنفسهم إذا كان الأمر متعلقا باليهودية أو بغيرها. هذا ظلم، ظلم اجتماعي، ظلم ايديولوجي يعني بالفكر، يجب إيقافه أو على الأقل يجب الاحتجاج عليه. وشكرا للصغير.